اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده.
حقك وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليك وتقدس وتعظم وتقدم. وصلى الله تعالى وسلم على النبي وعلى اله وصحبه وسلم وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. پتر آپ کے نام کے حساب سے اور جادو اثرات دفع کرنے کے لیے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لیے اس میں اعظم کے ساتھ دم کر کے آپ کو بھیجیں گے، جو یہ نیچے واٹس اپ نمبر ہے، اس میں ہم کو واٹس اپ پر میسج کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتھر آپ چاہیے ہم آپ کو بھیجیں گے، جو پتھر ہم آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں ہضم کے ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی. آپ کی اگر قرض ہے، اگر بے روزگاری ہے، اگر جتنے کا مشکلات ہیں دور، اور آپ کے رزق میں برکت، اور آپ کے گھر سے جادو اور سایہ سب چھ دور ہو جائے گا.